راسنا والله معنا وياك حبيبي حبيبي، مساك الله بالخير. مسيك بالنور، يا هلا والله. لونك طيب بخير، الله يسلمك ان شاء الله ويعافيك. شو اخباركم؟ الله يسلمك بايا باسم جريدة بلاد. الله يسلمك، نحب نشكرك على قبولك هذه الدعوة، وحقيقة هذا نم على يعني حرصك على توصيل ثقافة الطيران حق أكبر شريحة من المجتمع. الله يسلمك. بالعكس، نتشرف دائما بجريدة البلاد السباقة في هذه الأمور، وفي إنها تقدم كل ما هو جديد وتوصل المعلومات لجميع الناس. نعم طبعا، احنا اليوم مثل ما تعرفون اعزائنا المتابعين البلاد لايف، نقول لكم مساء الطيران متابعينا. مع هذه الرحله بنكون على ارتفاع 35 الف قدم بقياده كابتن فراس في عدته. طول رحلتنا ربطوا الاحزمه، ونفضل لكم تخلونها مربوطه تحسبا لاي مطبات هوائيه، لكن احنا على ثقه تامه ان بنهبط بسلام مع كابتن فراس مر الله، واللي راح نبتدي الاسئله. كابتن فراس، طبعا مثل ما تعرف يعني كثير من اخواننا خاصه الشباب حديث التخرج دائما عندهم هاجس، مثلا دراسه الطيران، الكليات، ومثل هذه الامور ذي. اسئله كثيره دائما، ومثل ما تعرف انت يعني في بعض مو عارف البوصله اللي توجه لها، فحبذا توجه اخواننا الشباب ايضا اللي حاب انه يصير طيار، مثلا الكليات، وين يبتدي، الشروط، وبشكل يعني مختصر. الله يسلمك. طيب، موضوع دراسة الطيران موضوع كبير وعميق وايد. للأسف في ناس كثيرة تبحث عن ما هو يسمى أفضل كليات طيران. هو ما في، أنت ما هو موضوع مثل دراسة الجامعية تبحث عن أفضل جامعة أو غيرها. أنت اللي مطلوب منك هي رخصة قيادة. شفت رخصة القيادة للسيارة؟ الكل عنده رخصة قيادة سيارة. أنت تحتاج رخصة قيادة طائرة. هذا اللي تحتاج تحصله، ما في شهادة أنت تاخذها وبعدين تروح تقدم فيها للوظائف، أنت تحتاج رخصة طيران. فبالتالي اللي حاب يدرس طيران لازم يبحث رخصة الطيران اللي مطلوبة عنده في بلده، شنو نوع الرخصة اللي مطلوبة؟ طبعا أنت كطيار تحتاج رخصة طيران تجاري. هذه النوع الرخصة اللي أنت لازم تحصل عليها، لأن في أنواع كثيرة من الرخص، في رخصة خاصة، في رخصة تجارية، في رخصة شركات طيران. أنت طبعا تحتاج الأعلى فيهم، وهي رخصة شركات الطيران اللي يسمونها الـ ATPL. فتحتاج هذا النوع من الرخصة. الحين أنت عرفت شنو نوع الرخصة اللي تحتاجها، لازم تشيك في الطيران المدني المحلي في المكان اللي أنت ناوي توظف فيه. خلينا نقول مثلا بيشتغل في جلف إير على سبيل المثال في البحرين، فلازم يروح للطيران المدني في البحرين ويسألهم شنو نوع الرخصة اللي مطلوبة عندكم، وأيضا هل في كليات معتمدة من قبل الطيران المدني البحريني ولا لا. وفي نفس الوقت يشيك أيضا ويا شركات الطيران المحلية شنو الكليات اللي أنتم تفضلون نحن نكون متخرجين منها، عشان يرفع من نسبة قبوله في هذه الشركات. فبالتالي الأشياء هذه لازم يمشي عليها خطوة خطوة، وبعدين يقدر يوصل حق شنو الكلية المناسبة حقه اللي ممكن ينضم فيها، لان في كليات كنت تدرس فيها ب 10,000 دينار، وفي كليات توصل الدراسه فيها الى 40,000 دينار. ممكن انت تحتاج تصرف المبلغ العالي هذا، وممكن انت ما تحتاج انك تصرف هذا المبلغ كله، ممكن تحتاج تصرف مبلغ وايد اقل، على حسب الكليات اللي مطلوبه واللي معتمده في الدوله اللي انت تشتغل فيها. يعني افهم من كلامك كابتن ان شركات الطيران اللي عندنا مثلا في دولنا، كل شركه تتعامل مع كليه معينه، او لا في كليات متعارف عليها دوليا؟ نعم، في شركات معينه تتعامل ويا كليات معينه ايضا. يعني انا الشركه الفلانيه اتعامل ويا الكليات 1 2 3، اذا ما يهمني انت متخرج من هذه الكليات انا ما اوظفك. في شركات ثانيه ما يهمها انت من وين متخرج، طالما ان عندك الرخصه اللي مطلوبه وايضا عندك الخبره اللي مطلوبه. لان اليوم اخوي اسامه صارت شركات الطيران ما تقبل طالب حديث التخرج، طالب حديث التخرج جدا مكلف على شركات الطيران، فتحتاج منه خبره في هذا المجال علشان توظفه. شو حديث، ايش تعني كابتن بحديث التخرج؟ يعني من المدرسه، يعني تقصد من الثانويه او من الكليه؟
نعم من الكلية، لأن أنت الحين الطالب لما يتخرج من الثانوية ويروح يدش كلية الطيران، شو اللي يسوي؟ يتدرب على شيئين، يتدرب على الأشياء النظرية ويتدرب أيضا على الأشياء العملية. فبالتالي الأشياء العملية اللي هي قيادة الطائرة وأساسيات الطيران. الحين لما يتخرج هو حديث الطيران، ما عنده خبرة تجارية في هذا المجال، ما طار طائرات الإيرباص 320 أو البوينغ أو غيرها، اللي طار عليه طيارات ذات محرك واحد اللي هي المراوح، وبعدين يطير على طيارة محركين أيضا مراوح اللي فيه السسنة والمستسنة أربع ركاب وغيرها. لكن أنت عشان توظف في شركات الطيران راح تتطلب منك أنت خبرة عالية، وعندك يكون شيء اسمه تايب ريتنج، عندك تدريب معين على واحدة من الطائرات النفاثة هذه، فبالتالي تكون تجاهز حق التوظيف فيها. في بعضهم يقول لك لا، انت روح اشتغل في شركه طيران وجمع ساعات الطيران، لان خبره الطيار تقاس في عدد ساعات الطيران اللي هو طارها. فاذا انت حديث التخرج، انت عدد ساعات الطيران التجاريه الخبره اللي مطلوبه تعتبر صفر، لان انت لما تتخرج يكون عندك تقريبا 250 ساعه على الطيارات اللي ذكرناها، ما هي من الطيارات اللي مطلوبه في التوظيف. الرخصه اي ما اهم، الرخصه الامريكيه او الانجليزيه كابتن؟ طيب الرخصة الإنجليزية أو الأوروبية تسمى إياسا، الرخصة الأمريكية تسمى FAA. الرخصة الأوروبية هي الأكثر شيوعاً، هي الأكثر طلب في السوق المحلي. المملكة العربية السعودية أعتبر في الخليج عندنا الوحيدة اللي تطلب FAA، اللي هي الرخصة الأمريكية. شو الفرق بينهم يعني؟ بلا شك مدرستين مختلفتين أو مدرستين لهم كل واحد ميزة. ما تفرق شيء، هي رخصة طيران واحدة، لكن القوانين الأمريكية فيها بعض الاختلاف عن القوانين الأوروبية، بعض الأرقام أيضا والإجراءات شوية تختلف عن الإجراءات الأوروبية، لكن بشكل عام اثنينهم واحد. ونفس ما قلنا، لازم تحرص على أنك أنت تحصل على الرخصة اللي مطلوبة في البلد اللي أنت ناوي توظف فيه. جميل. في عندنا سؤال واحد يقول كابتن يستفسر ما هي الامراض اللي تؤدي للرفض من خلال فحص بطل الطيران، الامراض اللي تؤدي يعني عدم القبول. نعم، انت لقبول الطيران لازم تسوي فحص طبي شامل. فحص الطبي هذا طبعا راح يكون كامل، راح تسوي فيه كل شيء. ما اقدر احصر جميع الاشياء اللي مطلوبه، ولكن في اشياء مهمه جدا. أولهم اللي هو عمل ألوان. عمل ألوان هذا شيء يؤدي إلى أنك أنت ما تنقبل لدراسة الطيران، لأنه مهم جدا أنك أنت تشوف الألوان وتشوف الشاشات اللي قدامك بألوانها، لأن لو راح عليك لون أنت راح تبدأ تشوف المعلومات بشكل خطأ. فمثل هذه الأشياء هي اللي تمنع أنك أنت تحصل على رصد. جميل. ايضا عندنا سؤال اخوي فراس، واحد يقول ما هو الفرق بين الجامعه والمعهد؟ هل هناك فرق يعني؟ نعم، في نوعين من المدارس الطيران، في جامعه وتاخذ فيها رخصه طيران وتاخذ فيها شهاده بكالوريوس، وفي كليه الطيران اللي تاخذ منها مجرد بس رخصه الطيران. انت عشان توظف كطيار تحتاج رخصه الطيران فقط. كون عندك شهادة بكالوريوس ورخصة طيران، ممكن بعض الشركات تفضلك على غيرك اللي عنده بس رخصة طيران. ممكن أنت باكر تقرر أن أنت تترك عالم الطيران وتروح توظف في مكان ثاني بس ما عندك شهادة تدعم وظيفتك، عندك بس رخصة طيران. لكن لو عندك شهادة جامعية ممكن تأخذ الشهادة الجامعية أيضا وتوظف فيها في مكان آخر. فهذا الفرق بين الاثنين. طبعا الزمن الدراسي أيضا يختلف. إذا أنت بس بتاخذ رخصة طيران راح يكون زمن الدراسي من سنة ونص إلى سنتين، لو بتاخذ شهادة جامعية معاهم راح توصل إلى أربع سنوات. طيب أخوي فراس، أنا أعود حق أيضا سألت كثير قبل هذا اللقاء عن إخواننا في الخليج اللي ودهم ياخذون رخصة خاصة، يعني ما كهواية كمحبة مثلا، يحصل رخصة خاصة ويبتدي طيارة مثلا. ها طبعا، فهل في اعتبر في الشارع عندنا معهد كيف يحصل واحد على رخصه الطيران الخاصه؟ ما هي شروطها وكل فتره؟ طيب انا سؤال جميل. انا طبعا دائما انصح الناس في هذا الشيء. في ناس عندهم هوس وحب للطيران، يعتقدون ان كونه هو يحب الطيران لازم يصير طيار، وهذا شيء خاطئ.
يعني مجال الطيران، مجال العمل فيه مجال كبير جدا، وما هو محصور فقط على ان الواحد يكون طيار. الان لو انت لا مقرر ان انت تصير طيار وحاب الشيء اللي اسمه طيران، ممكن توجه الى انك انت تحصل على رخصه خاصه، بمعنى انك انت تصير طيار، يصير عندك ليسن طيران، وممكن تشتري طيارتك الخاصه ايضا وتطير في هذه الطائره. ما انت مضطر ان انت تغير وظيفتك، انت مثلا محامي، مهندس، طبيب، تترك عملك هذا وتترك وظيفتك واللي اشتغلت فيها سنوات وبنيت نفسك عشان تروح تدرس طيران، تبدا من الصفر ويمكن تحصل وظيفه او ما تحصل. لا، يمكن انا شفت وايد ناس مروا علي يحب الوظيفه اللي عنده، يحب اللي قاعد يسويه، وايضا حاب الطيران، فاوجهه الى هذا التوجه، اقول له روح اخذ رخصه طيران خاصه تكلفتها بسيطه، ما هي التكلفه العاليه، وتحصل رخصه طيران، وتقدر لما تسافر في الصيف تروح تاجر طيارات تطير، مثل ما تفضلت في الشارجه في كليه طيران، تاجر طيارات في راس الخيمه، في وايد اماكن الحين في السعوديه ما شاء الله صار في نوادي ايضا للطيران، ففي مجال كبير واسع الناس يعني لا هي عنه وما تشوفه. بس طبعا رخصات الطيران الخاصه كابتن فراس في امريكا في اوروبا ترى شيء شائع دي، يعني تحصل كل واحد عندها، معظمهم عنده رخصات طيران خاصه يعني. صحيح صحيح، في امريكا في ناس عندهم مثل ما انت شايف، مثلا في ناس تلاقي عندهم بيوت على البحر وفي قدامهم نهر، فحط مثلا طراد ماله قدامه او غيره. الحين في امريكا ايضا في بيوت عندهم رنوي خاص وراهم وطيارته وياه، فيقلع ويهبط منها ويكون ورا بيته. في ايضا سؤال اخوي فراس يقول كم نسبه قبول الطيران؟ نسبه، طيب نسبه قبول الطيران هذه ما هي راجعه الى كليه معينه. كليه الطيران لو انت رايح تدرس طيران بروحك من غير ما تكون جاي من كليه، من شركه طيران او غيرها، ما حد راح يطلب منك نسبه قبول. راح تجي انت دافع فلوسك، انت اللي راح تدش عندهم، تقدم اختبارات اللي هم مطلوبه عندهم، لو نجحت فيها راح تدش بدون نسبه. ولكن لو بتروح عن طريق بعثه من شركه طيران، شركه طيران هذه هي اللي راح تحدد النسبه. فهي اللي راح تقول لك كم النسبه، وراح تختلف من شركه لشركه، ما راح تكون نسبه واحده. طيب حديث التخرج كيف يجمع ساعات حديث التخرج؟ طيب سؤال ايضا جميل. للاسف طريق جمع الساعات طريق صعب ووعر وطويل، مو كل الناس تقدر عليه لاسباب مختلفه، منها انك انت لازم ترضى في انك توظف في بعض الشركات براتب زهيد، وبعض الاحيان توصل من غير راتب، لان هذه الشركات تدري ان انت هدفك تجمع ساعات وبعدين راح تطلع تروح توظف في شركه ثانيه، فيبون يستغلونك في هذا المجال. شلون يستغلونك؟ تكون مثل ما تقول عقد او فائده متبادله، انت تشتغل عندنا براتب بسيط وتوفر علي انا اني ادفع لك راتب عالي، بنفس الوقت انت تجمع ساعات عشان بعدين في المستقبل تقدر تروح تشتغل في شركات كبيره. في اوروبا وغيرها يشتغلون في شركات اللي هي تنقل الشخصيات الخاصه، يشتغلون في شركات اللي هي النقل العام، ما هي شركات ركاب تنقل بضائع، تنقل غيرها، وهذا النوع طبعا يكون شويه متعب والاشياء هذه، ففي طرق وسبل كثيره في جمع الساعات ولكن صعبه شويه. طيب بالنسبه للنظاره الطبيه، هل هي عائق بالنسبه للقبول؟ النظاره الطبيه ابدا ما هي عائق للطيار المدني، الطيار الحربي نعم لازم ما يلبس نظاره طبيه، ولكن الطيار المدني لو نظارته طبيه ومع النظاره نظره 6 على 6 ما عنده اي مشكله في انه يصير طيار. طيب ايضا هل اللغه الانجليزيه طبعا شيء اساسي اعتقد في اللغه الانجليزيه شيء اساسي، لان انت دراستك اساسا بالانجليزي. وبعدين لا ننسى ان في مصطلحات وكلمات انجليزيه في خاصه في عالم الطيران انت ما تداولتها ولا استخدمتها في ايام دراستك في المدرسه او حتى في يعني يومك العادي. ولذلك انت كل ما قويت اللغه عندك، كل ما تخصصت في الانجليزي في عالم الطيران، كل ما صار فرصتك للنجاح في انك انت تكون تنجح وتطوف هذا مستوى اسرع. جميل. ما شاء الله الاسئله موقفه في فراس، بدليل انه ما شاء الله يعني ثقافتك في الطيران ما شاء الله يعني مفيده جدا حق الشباب وحق كل واحد يعني وده انه يلتحق بهذا المجال الحيوي والمهم.
في عنده سؤال يقول هل يفرق كثير، هل يفرق كثيرا بين طائرة المحرك الواحد أو المحركين وبين الطائرات التجارية إيرباص والبوينغ؟ طبعا هذه يعني سبق وأجبنا عليه، لكن حبذا بالنسبة بين طائرة المحرك والمحرك الواحد وسلك المحركين. طبعا احنا نتكلم عن السسنة اللي هي الطائرات الصغيرة هذه. نعم السسنة ونقول كينج إير هذه صح. إيه طائرة التدريب طبعا تفرق وايد. أنا بالنسبة حقي أيام الدراسة كنت جدا استمتعت في الطيران بالطائرة ذات المحركين أكثر من طائرة المحرك الواحد. تحس الطيارة فيها المحركين فيها قوة أكثر، فيها قدرة على الحركة والمنوفر يسمونها أكثر من الطائرة ذات المحرك واحد. تحس أنت صرت شوية بروفيشنال، صعدت في مستوى الطيران أعلى من مستوى المحرك واحد. فبالتالي شخصيا أفضل طائرة ذات محركين على المحرك. ولكن ايضا اعتقد رخصات الطيران اللي حق ذات المحركين او اللي نسميه كينج اير هذه ايضا بعد لها يعطونا رخصه ان عنده ماسنجر صح؟ حسب ما اعرف انا كابتن. نعم نعم انت اذا بتاخذ مثلا رخصه طيران خاصه راح تكون على ذات المحرك واحد مو المحركين. عشان تاخذ المحركين راح تكون في متطلبات ايضا اضافيه لازم تسويها علشان تنتقل للمرحله الثانيه في الرخصه هذه. طيب ايضا السؤال يعني ما رايك في تخصص مراقب جوي؟ تخصص المراقب الجوي في ناس وايد تستهين فيه ولكن من اصعب التخصصات ترى، واكثرها ندره واكثرها طلب، جدا مطلوبه في العالم وعليهم ايضا ضغط كبير في هذا المجال. يعني مثل ما تقول وايد تكون مشدود الاعصاب وايد تكون تحت ضغط عالي في هذه الوظيفه، ولكن وظيفه جميله جدا اللي حابها واللي يقدر عليها. بالعكس في لها مجال قوي جدا في هذا العالم. يا ريت كابتن تعطوني مثلا الاساسيات، الفرق بين الدراسه في اوروبا وامريكا ان امكن، يعني لو البيسك يعني. شوف طبعا في امريكا راح تكون الدراسه وايد اسهل وايد ارخص، فهذول عنصرين مهمين حق الواحد. بس بالتالي في النهايه هما ما هما الاشياء اللي راح تتخذ فيها قرارك انت، ما راح تتخذ قرارك فيها انا ادرس في امريكا ولا في اوروبا لانها سهله وارخص. يعني شو الفائده انا ادرس دراسه اسهل وارخص وبعدين ليس المالي مو مقبول في الدوله اللي انا بتوظف فيها صح؟ فبالتالي ما راح تفرق وياك. في بعض الامور ايضا تختلف، طبعا انا خبري في دراسه الطيران من سنوات قديمه، بس بعض الامور مثلا في طريقه تقديم الامتحان، في طريقه الدراسه سهولتها، هذه الاشياء تفرق بين دراسه في امريكا وفي اوروبا. جميل. اخوي فراس يعني فيها شركات محدده حق تجميع ساعات الطيران يعني معروفه دوليا؟ في بعض الشركات بس طبعا احنا ما نقدر نذكر اسمها عشان لا تكون مثل دعايه وتكون محسوبه علينا. انت كابتن قلت والله الشركات الفلانيه احنا رحنا وما حصلنا او صار لنا شيء وياهم، فانا ابتعد عن هذا الموضوع، ما يقول حق الناس روح الشركه الفلانيه عشان لا ترجع عليه بعدين. جميل. ايضا عندنا سؤال اخوي فراس من احد المتابعين، إذا أصاب الكابتن الطيار مرض أو بالضبط هل يتم معفاة من الطيران؟ بالضبط. نعم احنا شوف في الطيران أنت عليك أنك أنت تكون في صحة ممتازة. كل تشيك كل 6 أفتر 6 مانث صح؟ التشيك كل سنة الحين صار، قبل كان كل سنة لما يطوف ال 40 سنة الطيار يصير كل 6 شهور، بس الحين عمموها وخلوها كل سنة. ففي فحص طبي تسويه وهذا جزء أيضا من رخصة الطيار، انه يكون بصحه لائقه للطيران. الان لو صار فيه لا سمح الله مرض او شيء خلال طيرانه يتم تقييمه من قبل الطبيب المختص في الشركه، وبعدين على اساسها يقررون شنو يصير عليه، هل هو ممكن يطير ولا لازم يستبعد من الطيران. فممكن تفقد رخصتك الطيران لا سمح الله اذا صار في مرض معين. عموما اخوي فراس يعني الشركات الطيران الخليجيه تتطلب الرخصه الامريكيه والاوروبيه عموما بشكل عام، بشكل عام اغلبهم يطلبون الشركه الرخصه الاوروبيه،
ولكن المملكة العربية السعودية العرفة هي الوحيدة في الخليج اللي تطلب الليسن الأمريكي. طيب كابتن فراس، يعني نعرف احنا كثير من اخواننا لما يتقاعد من العسكريه اذا كان طيار يعني حربي ينتقل ما شاء الله الى الطيران المدني وبسرعه يتم توظيفه، يعني هل طبعا في فروق يعني جوهريه بين الطيران الحربيه والمدنيه؟ نعم، نفس ما تفضلت، صحيح دائما نشوف انتقال الطيارين الحربيين الى عالم المدنيه، بس ما تشوف العكس، طيار مدني ينتقل الى الحربي. الحين اقول لك الاسباب. طبعا بالنسبه حق الطيران، الطيران واحد، لما تيجي تتدرب على الطيران انت تتدرب على اساسيات الطيران، اساسيات واحده في جميع الطائرات، سواء انت قاعد تطير طياره ذات محرك واحد او قاعد تطير الايرباص 380 ذات الدورين اللي تشيل 600 راكب وفيها اربع محركات. اساسيات الطيران واحده، تمسك موقع القياده وتطير طياره بشكل واحد فيهم كلهم. الان تي حق الاجهزه والتعامل مع الاجراءات وطريقه تكنيك الهبوط والامور هذه، وفي امور كثيره راح تفرق بين طياره وثانيه. فلذلك الطيار الحربي ممكن يطير الطيارات التجاريه عادي ويصير طيار مدني. الان ليش الطيار الحربي هو اللي يصير مدني والمدني ما يصير حربي؟ لان الحياه العسكريه ممكن تطلع منها وتصير مدني، ولكن الحياه المدنيه ما تقدر تهدها وتدش عسكريه، لانك انت لازم تصير عسكري وتدش كليه عسكريه وتسوي دورات وعمرك ما يسمح وغيرها. ولكن في الحياه المدنيه سهل جدا انه بعد ما يتقاعد او بعد ما يطلع من وظيفه العسكريه ممكن ينتقل الى الحياه المدنيه ويصير طيار مدني. الشيء الثاني اللي ما حد يتكلم عنه هي جوده الحياه. جوده الحياه انت كطيار مدني مختلفه تماما عن جوده الحياه كطيار عسكري. بمعنى يعني انا عايش في رفاهيه في الطياره واشرب شاي واكل ستيك واروح اسافر للبلدان الفلانيه وارجع، بس الطيار الحربي هو قاعد في كابينه صغيره ويسوي مهمه ويرجع وغيرها، ما هو عايش في الرفاهيه اللي انت عايش فيها. فعشان كذي نادر ما تلاقي احد انه يفكر من طياره مدني انه يحول يروح ينتقل الى طيار عسكري. عندنا ايضا سؤال من خواتنا اللي يرغبون في دراسه مجال الطيران، ايش نصحهم كابتن فراس؟ خواتنا ما شاء الله الحين دول الخليج بدينا نشوف يعني هذا المجال، العنصر النسائي بدا يعني يقبل على هذا المجال وبتفوق ايضا. طبعا انا شخصيا ما انصح ان المراه تدش في عالم الطيران كطيار. وسويت انا لقاء ويا واحده من الزملاء الطيارين في الطيران العماني، وهي بنفسها ايضا هي داشه في هذا المجال، وهي قالت ان هذا المجال ما يصلح للمراه، يمكن يصلح لها لو اختارت ان هي تدش فيه لسنوات معينه، والله قالت انا بدش عالم طيران وبطير لمده 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات وبعدين بطلع من هذا المجال، اوكي ممكن، بس ان تكون مراه وناويه تدش هذا المجال وتظل فيه طول عمرها صعب جدا، خاصه للمراه العربيه والخليجيه تحديدا. ان شاء الله ما يعني يكون غلط. اعود لموضوع ايضا اخر في نفس السياق كابتن، بالنسبه مثل محورنا الثاني عن رواتب الطيارين، يعني كثير عندنا يعني هاجس وكثير اسئله تراود بعض الناس عن رواتب الطيارين، في شركات رواتبها عاليه وفي شركات رواتبها معنا نفس المهمه نفس الطياره نفس المهم يعني نفس الطاقم نفس المسافه، فما هي المعايير؟ يعني هل لها علاقه بالدوله؟ هل لها علاقه مثلا بالنمو الاقتصادي في البلد؟ على اساس تتمد المعيار؟ يعني اعتقد رواتب مثلا الطيران مثلا في امريكا الجنوبيه خاصه الدوميستيك اقل بقليل من مثلا امريكا واوروبا، فبغينا نعرف ذي النقطه الله يسلمك. نعم زين، رواتب الطيارين ما لها مجال معين، ممكن تكون من 2000 دولار توصل يمكن ل اكثر من 15000 دولار، يمكن توصل حتى ل 20000 دولار ممكن. كله يعتمد على السوق وحاجته للطيارين، الحاله الاقتصاديه في البلد نفسها والطلب على الطيار. يعني مثلا اعطيك سبيل المثال، نفس ما تفضلت في امريكا الجنوبيه
بعض الدول مستواها ضعيف، فبالتالي تلاقي مستوى الراتب نازل. ايضا يعتمد وين قاعد تتوظف. انا الحين حاجيك بس عن شركات الطيران، ما راح اتكلم عن اللي تحتهم. فكشركات طيران يعتمد انت وين قاعد تتوظف، فممكن يكون راتبك نازل. اعلى رواتب حاليا في السوق الصيني، احنا نتكلم قبل الكورونا. السوق الصيني صار فيه طفره في الطيران مو طبيعيه، لدرجه انه يعطونك رواتب خياليه. نفس ما قلت لك، الراتب يوصل ل 6000 7000 دينار عشان انت تشتغل في الصين. ولكن بالمقابل انت لما تشتغل في الصين انت تنسى نفسك، ما في حياه. الشهر هذا انت معبود لهذه الشركه، صح راح تعطيك راتب عالي بس تنسى نفسك وتنسى صحتك. انت تنام تقعد تطير، ترجع تنام تقعد تطير. فممكن تكون مفيده حق الشخص اللي عنده وقت فناوي انه يشتغل. هذه في شركات خاصه ولا شركات حكوميه؟ يعني في الصين اغلب الشركات خاصه، فاغلبها تلاقيها تعرض رواتب عاليه. كان في فتره في فيتنام ايضا يبون طيارين، كان في فتره في عندنا الخليج كان في طلب عالي جدا. فيعتمد وين تتوظف ووين راح تروح، وعلى اساسها راح يكون راتب. طيب عندنا سؤال شائع ايضا في الدول الخليج وخاصه بالركاب، يعني المسافات القصيره، ممكن تفيدنا كابتن؟ الطيار كم ساعه لازم يطير مثلا وكم ساعه يرتاح؟ هذا دائما نسمع احنا السؤال من اخواننا الخليجيين اللي خاصه المسافات القصيره بين دولنا يعني، والمتوسطه بين البحرين ومصر والكويت مثلا الاردن. هل نحن هذه المسافات ايش كثر يطير وايش كثر يرتاح؟ ومن يتبدل الطاقم بعد كم ساعه يتبدل الطاقم؟ احنا الحين نتكلم عن نوعين من الطيران. النوع الاول اللي هو قصير المدى، النوع الثاني اللي هو بعيد المدى. قصير المدى نفس ما تفضلت يطير بالخليج، يطير 3 ساعات، ممكن ابعد مكان يروح له 5 ساعات. اما طيران بعيد المدى ممكن انت تطير من ساعه الى 15 16 ساعه تكون زمن الرحله. لو انت في رحلات المدى القصير، الطيارات اللي متخصصة في المدى القصير، ممكن تطير بشكل يومي وممكن تسوي رحلتين في اليوم. فقانون الطيران يقول أنت تشتغل 7 أيام متتالية، وبعد ال7 أيام تأخذ يومين أوف، وبعدين ممكن تشتغل 7 أيام ثانية، وبعد ال7 أيام هذه أنت تأخذ 3 أيام أوف. بالنسبة حق المدى البعيد، المدى البعيد ممكن أنت تروح رحلة تغيب فيها 3 أيام أو 4 أيام ترجع، راح تلاقي نفسك عندك 2 أو 3 أيام أوف، وبعدين ترد تطير رحلة ثانية فيها 2 3، ترجع تقعد يمكن 4 5 أيام وترد تطير. فيعتمد أنت في أي مجال قاعد تطير، وشنو كم الطيران في هذه الشركة اللي أنت قاعد تطير فيها. ففي شركات أيضا حتى لو أنت تكون في على الطيران المدى القصير انت ما قاعد تسوي رحلات كثيرة، وفي شركات نفس ما قلت لك راح تطير يوميا وممكن في اليوم تسوي ايضا رحلتين. وكم الراحه كم في الرحلات القصيره؟ الراحه اليوم في اليوم مثلا انت قلت رحلتين في اليوم مثلا، يعني رحلتين يعني كم يرتاح بين رحله ورحله؟ ما في، ممكن انت تنزل بالطياره على الطياره نفسها انت تطلع تروح مكان ثاني. ايضا اقول حق سؤال محورنا الثالث كابتن فراس، ما راح نطول عليك. ما هي اهم اسباب فوبيا الطيران عند الانسان العادي؟ طيب فوبيا الطيران اساسها تجي من عدم المعرفه. الراكب اللي ما عنده معرفه في الطيران ولا عارف اي شيء في هذا العالم، ممكن يصير اي حدث في الطيران يدخله في هذه الفوبيا. تماما مثل ما يكون انا دائما اشبهها في واحد عنده اختبار. لو انت في المدرسه وعندك اختبار باكر وانت مو دارس له ومو عارف شيء في هذه الماده، راح تروح وانت خايف حق الاختبار. اما لو انت دارس وواثق من نفسك وعارف كل الاشياء هذه، تدش الاختبار وتكون انت فعلا جاهز له مستعد له بدون خوف. كذلك الطيران، تخيل نفسك انت في طياره، امس شايف برنامج حوادث الطائرات ومخوف نفسك، ومن تعرف شنو الاسباب اللي صارت ولا عارف شنو الاشياء اللي في الطياره من اجهزه من سلامه من غيرها، وتركب الطياره وتصير لك
وضعية معينة أو يصير لك وضع معين، فيبدأ الخوف يدش في داخلك ويبدأ يتفاقم ويكبر مع الأيام لين يصير عندك فوبيا الطيران وتترك حتى الطيارة ما تركب فيها. بس هذه ايضا كابتن فراس يقودنا حق نقطه جدا مهمه، يعني ثقافه الطيران في دولنا احنا قليله جدا مقارنه مع بقيه الامور الثانيه، يعني فمعلومات قليله، كتب قليله، ما شاء الله انت الوحيد اللي قد تكون عندك كتابين. بالمناسبه كابتن فراس عنده كتابين عن اسرار الطيران، الجزء الاول والجزء الثاني، وكلهم انفذوا وناجحين، واعتبر كثير اقتنوا منهم. مثل ما قلت لك انت، ثقافه الطيران يعني ما في برامج تلفزيونيه، ما في اذاعيه، ايضا صحافه مقلله، مع ان الطيران شيء روتيني يعني شيء يومي في حياتنا. ما توافق في النقطه كابتن؟ شوف انا وافقك في النقطه هذه. في السابق كان شبه معدوم، يمكن في 2012 2013 كان يعني عالم طيران شبه معدوم في هذا المجال، خاصه في العالم العربي. بعدين بدات تدش السوشيال ميديا وبداوا ناس كثيرة تتكلم في هذا الموضوع وتنشر ثقافة الطيران خاصة في اللغة العربية، ويعني يمكن أنا واحد منهم. الشباب في عشاق عالم الطيران، في كباتن كثار قاعدين يشتغلون، كابتن حسن، كابتن عبد الله غامدي، كابتن في ناس كثيرة قاعد تنشر ثقافة الطيران. فأنا مجرد يعني أني واحد منهم اتخذت الخط هذا في أني أثقف الناس وأزيد معلوماتهم، ودشينا في وايد أماكن في السوشيال ميديا، من الانستغرام، من الفيسبوك، من اليوتيوب، من سناب، في 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 جميع الطرق اللي ممكن احنا نوصل فيها للانسان. ايضا استخدمنا الكتب، بدينا ننشر في الكتب، لان الكتاب ماده تظل لفتره بعيده، ما هي نفس السوشيال ميديا. السوشيال ميديا لو موجوده باكر موجوده، لكن الكتب باقيه وظاله الى ابد الابدين. فالانسان يحتاج بس انه هو يبذل شويه مجهود في انه يبحث. يعني في السابق كانت المعلومه شبه معدومه، بس اليوم المعلومه موجوده، تحتاج انك تبذل مجهود انك انت تبحث عنها. يعني انا كل شيء حاطه في السوشيال ميديا، الناس ما عندها استعداد انها تروح تدورها، تيجي تسال مباشره عشان توصله حق المعلومه او تقول له اياه. فكل المطلوب من الناس اليوم بس انه يبذل مجهود في انه هو يوصل حق المعلومه. كذي اليوم صار كل شيء موجود في طيب. كابتن فراس كيف تتعاملون مع في فوبيا الطيران اذا ركب الطياره وصارت مشكله فوق، يعني كيف تتم التعامل معها؟ هل يكون بالضروره يعني يوصل مرحله الخطر؟ شوف احنا كطاقم في الطياره مو مطلوب منا ان احنا نتعامل مع هذه الحالات. يمكن شركات ثانيه عندهم، ما عندي علم، بس احنا بالنسبه لنا ما في تدريب معين حق التعامل مع مثل هذول الناس، ولكن بالخبره تلاقي الطاقم يعرف شلون يتعامل وياهم. اطمن الراكب، توسع له المجال، في بعضهم يصير فيه ضيق تنفس، يبدا يتصبب عرق، في ناس تهستر، في ناس تبدا تسوي اشياء غريبه داخل الطياره، في ناس تبكي، في ناس تصرخ، في ناس ما تتكلم، ما تسمع لها صوت. فانواع الناس اللي عندها فوبيا الطيران مختلفه. فانت لازم تتعامل مع كل واحد بطريقه معينه، وان امكن ان يتعرف سبب خوف الشخص هذا من الطيران يبدا يعالجه، يبدا يطمنه في هذا الموضوع، يبدا يكلمه ويبدا يفيده في هذه الجزئيه علشان يبدا شويه يهدى الى ان يوصل المحطه اللي هو رايح لها. كابتن فراس يعني كان ودي اسالك هذا السؤال، بما انك ما شاء الله احد يعني نجوم ثقافه الطيران، انت واخونا العزيز ايضا عبد الله الغامدي نقدم له التحيه من جريده البلاد. يعني الم يحل الوقت لتاسيس مثل ما نقول نادي طيران لدول الخليج مثلك وشرواك كابتن عبد الله والكباتن اللي عندهم ذي الهاجس نقل المعلومه وثقافه الطيران للناس؟ اتصور ذي النوع من الانديه بيكون جدا مهم بغض النظر عن المقر، لكن اعتقد ضروره ملحه اصبحت مثل ما نشوف اخواننا الادباء والمثقفين في الدول الخليجيه يسوون تجمع والله كذا، ما توافقنا الراي؟ مشكور وما قصر على هذا الاطراء، ولكن هذا الشيء ترى موجود مع اخونا كابتن احمد بن فقيه في الامارات. كون شيء اسمه افيشن جاذرنج. الافيشن جاذرنج هذا يجمع نخبه من الناس اللي متخصصين في عالم الطيران،
ويسوون تجمع للطيران في أكثر من مرة في السنة في دول الخليج وفي غيرها. أتذكر يوم معرض طيران إحنا جينا في البحرين، كان تجمع الأفيشن جاذرينج في الجلف إير، أخذوا المركز من جلف إير في السيموليتر وتجمعنا هناك، وكان تجمع جدا جميل. تجمعنا في دبي، لقيت فيه معك الدورة صح، لقيت فيه في الدورة. اي نعم، وايضا تجمعنا في دبي في سكاي دايف، وتجمعنا في اكثر مكان. وهذا التجمع موجود ومفتوح للكل حق اي احد حاب يجي ويشارك ويحضر ويانا هذه التجمعات. كابتن فراس، بدي اسالك شيء جدا مهم وبخصوص الفلاي سيميليتر، اللي انا احد الاشخاص اللي عندي في البيت فلاي سيميليتر، وايضا كثير من الاصدقاء عندهم فلاي سيميليتر. الفلاي سيميليتر طيران حقيقي طبعا، و يعني برنامج سوفت وير مايكروسوفت صنعته، يعني ك يؤدي جزء من الشغف. فيا ريت تعطينا نبذه عن يعني فلاي سيميليتر. طبعا وصل اعتقد الحين كنا بعد في اصدارات جديده، يعني فلايت سيميليتر اللي هو مايكروسوفت فلايت سيميليتر، برنامج واقعي وصار له سنوات عديده في هذا المجال مطور، لدرجه ان احنا الحين هالايام تعبيننا في انه هو يروح يصور مقطع معين وينزله في السوشيال ميديا، والناس تبدا تعتقد ان هذا المقطع حقيقي، طياره طب وتنزل وتلف بالجو وتسوي حركات بهلوانيه وترد، فالناس تصدق هذه الاشياء للاسف ولكنها غير حقيقيه. فهو لهذه الدرجه ان تحس انه هو حقيقي، وفعلا موجوده كل الاجهزه الموجوده عندنا في الطيارات فيها، وحتى لو تدخل معلومات وفي مراقبين جويين ايضا يدشون البرنامج، ممكن تسوي رحله كامله معاهم، احوال جويه، نوع الهبوط وفي مطارات، يعني برنامج رهيب جدا. ايضا الفيول بعد، والفيول والامور هذه، بس هذه يعني اللي ينقص البرنامج هذا تحتاج توجيه، يعني من يوجهك في هذا البرنامج. لو ما في احد يعلمك يعطيك المعلومه، يعني مثلا الفلابس، متى تستخدم الفلابس في الهبوط؟ في ناس ما يستخدمونهم، في ناس ما يعرفون، والاقلاع ايضا، في بعض الامور الفنيه اللي تحتاج احد يعلمك اجراءاتها وطريقه استخدامها علشان انت تبدا في هذا البرنامج. مرة ما طول عليك كابتن فراس، أسئلة كثيرة يعني، وبقى إن شاء الله نصل، ولكن ما طول عليك قد يكون آخر سؤال. بسبب توقف تصنيع الـ 380 حسب ما عرفنا أنها مكلفة، واللي أنا أعرف أيضا وقفت من قبلها الـ 340، الطائرات ذات الأربع محركات دائما مكلفة، سواء في التشغيل في البنزين. فأعتقد أن المستقبل يعني بدون مسميات يعني بيكون حق طائره ذات الجناحين، دليل ان دريم لاينر الان مسيطره، بوينغ 777 هي يعني ذا كينج اوف سكاي. فرايك كطيار متمرس خلاص في ذي النقطه؟ نعم فعلا، السوق الان متوجه الى التوفير والسرعه، فشلون اوصل راكب باسرع وقت باقل تكلفه؟ طبعا هذا مجال كبير، واحد منهم الوقود وهو اكثر الاشياء تكلفه في عالم الطيران. لذلك بكون طياره اليوم في اربع محركات هذه عاليه التكلفه، فبالتالي التوجه راح بعيد عن هذه، وصار كل التوجه على طائرات ذات المحركين، والتركيز على التقنيه فيها في استخدام توفير الوقود، وفي انها توصل الى بلدان ابعد، تطير ساعات اكثر وبتكلفه اقل. فمستقبل الطيران كله متوجه الى محركين، ما راح يكون في اربع محركات. وايضا الحين داشين السوق اللي هي الطائرات اللي تطير باعلى من سرعه الصوت، اذا تذكر مثل طائرات الكونكورد وغيرها القديمه. الان في طائرات راح تبدا تدش السوق في هذه التقنيه، توفر عليك نصف الوقت، وايضا تكلفه راح تكون قليله. كابتن فراس، حقيقة سعدنا معاك بهذه الوقفة الجميلة، وشكرين لك استضافتك وتلبيتك الدعوة، لقاء جدا شيق وجميل، واستفدنا منه واستفاد أيضا منه كل متابعينا لهذه البلاد، ثقافة الطيران جدا مهمة. شكرين لك كابتن فراس على هذه الدعوة، وإن شاء الله نلتقي معاك في مناسبة ثانية. وأقول لكم أعزائنا متابعينا البلاد، اربطوا الأحزمة راح نحبط، وإلى اللقاء. مشكورين ويعطيكم العافية، وفرصة سعيدة، ومشكور أنت أخوي أسامة وجريدة البلاد أيضا. إن شاء الله نكون قدرنا نوصل بعض المعلومات حتى لو شوية لمتابعينكم الكرام. وما قصر كابتن، الله يسلمك.